وتأتي صافرة البداية من حكم اللقاء. والشوط الأول إذا يأتي في مباراة اليوم أم صلال وفريق الريان، فيه مواجهة صعبة بكل تأكيد. والسؤال المطروح حاليا على الأقل، وفريق الريان الذي كان في بداية هذا الموسم رايح ينافس يقاتل، وكان الدوري وقتها مقسوم نصين الثلاث فرق اللي اعتقد اللي هو لعب سوريا هنا مع كرة سابستيان يحاول. لا والله هذا الحمد لله، هذا الحمد لله، العرضية تلعب تشتيت اول وثاني ما تضبط في النهاية تصل الى جدو، سواء فاز ولا خسر ولا مهما كانت النتائج هو بيبقى في نفس المركز اللي هو المركز الثالث. لا هو اللي قادر يروح للثاني ولا هو ولا احد من الخلف سياتي وسياخذ كره. تصل بشكل سريع في منتصف في ملعب المباراه جدو معه الكره حاليا. كاسولا، اي نعم كاسولا، اللاعب هذا اللي كان مع نادي السد واللي في كل مباراه ما يتهنى ولا يرتاح ولا حتى يستانس ولا يهدى له بال، ويمكن ما ينام الليل الا لازم يتعب من سعود الخاطر. الفريق اللي خليني ارجع للكلام، السالفه كلها كانت عن طلال القرقوري عن جواد احناس. هنا محاوله تاتي ووقوع، ما في خطا. اذا الكره تلعب الى الامام، التشتيت لم يكن بشكل جيد برامي فايز. عاد رحايل الى زكيبه عمر مع فريق ام صلال، تدرون من متى؟ من 2006، من 2006 وهو يلعب مع فريق ام صلال. عمره 39 سنه وبيدخل 40 ان شاء الله في اوغست شهر 8. عصب طلال القرقوري محاولة لأن تعود في أقصى اليسار، هجوم يأتي لصالح الريان، العرضية تلعب وتشتيت هذا اللي صار اخترع القرقوري. اسمعون صراخة هذا القرقوري طلال العالي، نقل إذا للأمام ومحاولة تأتي لصالح الريان، تسديدة إبعاد أول وجول. نعم يعود لزمن والله طويل جدا، من زمان من زمان ما نجح الفريق فريق مصطفى في تحقيق الفوز آسيا في 16 من ابريل. ام صلال قادم من فوز على السد 2-1، لكن يومها السد لعب مع الشباب كلهم شباب اللعبون اغلبهم. هي نعم باتجاه المرمى لكنها مش في المرمى، هي الى ركله المرمى. كرة إذن تعود إلى خارج الملعب. رامي فايز طول لحيته في ما حس بالألم، لم يشعر بالألم نهائيا. عرضية إذن تلعب رامي فايز، سوريا بعد سوريا ترى كبير مش صغير، سيباستيان سوريا يعود إلى الجهة اليمنى من ملعب المباراة. رامي فايز الى اللعب مرة اخرى، قوية الدفعة والله قوية الدفعة، وانقطعت كرتك بعد في النهاية. المحاولة من سيباستيان سوريا، الحمد لله رامي فايز يتدخل. جدو الى هذا محمد علي، مايكل لادروب مدرب فريق سوانزي سابق، مدرب الاخوية ويدرب الريان من 2016، مدرب الذي مدرب ختافي. قدر اللاعب زكيبة ان يصل الى الكرة. تبعهم بطولة الدوري. ولان النتائج كانت ممتازة، فوساتي قالوا تعال المنتخب القطري كان متعثر تماما في بطولة الخليج في تصفيات كأس العالم. فشفتوا كيف تعامل مع الكرة الماضية المواس. التعامل كان سيء جدا. رامي فايز. دراجي
تبات ترى بعد مو بعيد من جواد حناش، ترى قراب شوي من بعض. كيف أنا هذا الصوت الذي استمعنا إليه الآن ويمالنا كذلك. جدوا إذن شفتوا السرعة، حط صبعة بشكل سريع طلعت الكرة ويسحبها. الكرة إذا تلعب بشكل سريع. يا مسرعك يا مسرعك. الكرة إذن إلى الجهة اليمنى والدقيقة قربت على النهاية. الكرة إذن تلعب أول خالي تماما من الأهداف، وفي محاولات كانت أكثر من جانب فريق الريان صراحة، يعني أكثر من الريان ومقصود تشتيت من قومو. تصل كذن إلى الجهة اليسرى ثم الكرة في النهاية لخارج ملعب ورمية تمات. والله مصلال الشوط الثاني ما منها فائده نهائيا، ولو بتسبب مشاكل في النهايه وممكن المدرب ينطرد وربما حد من اللاعبين كذلك او حتى اكثر. على العموم الزكي باء كره من جانب جواد احرج. والله الشيبان الكبار بالسن في اللقاء هذا، اثنين عندك كبار وايد لبيتها سيكون. كرة تصل بشكل سريع. بريك. إلى الجهة اليمنى. هنا عرضية اللعب إلى أمام وأبعاد يأتي كذلك بشكل سريع. تصل الكرة مرة أخرى. جايب معاه ميكروفون. وزائر الأسد في الملعب بجول تباتا. شايبهم اكبر واحد اكبر لاعب من جانب الريان وسجل جول اليوم. هذا عمر رابع، هو اللاعب الذي دخل بشكل سريع في لمسه يد، كانه لمسه يد. هنا عرضيه تلعب اثنين على الكره وضايعين لاعبي ام صلال، ضايعين الاثنين مو بعارفين يبعدونها. كره اذا تعود في ال أنا أقول العصبية طلال ما منها فائدة نهائيا، خاصة وأن الفريق استلمت الكرة وهذاني أنا الكرة في يدي، لا ثبتت أكثر لما نزلت على الأرض. تعود الكرة من جديد. في منتصف في الملعب إلى الأمام. ومدربين بعد. الكرة إذا تصل الآن تلعب. أنا ما أعتقد أن النتيجة بتبقى إذا دخل